الكسندر كان راح الفريق المغرب روسيا أول حاجة فريق الهاجم وزيد هذوما ثلاثة وأربعين بانك اللي بيجي تاع وها بانك وكبار المغرب اللي بيستحكم في القلوب في تونس الاقتصاد التونسي في تونس على فكرة يعني اللي ساكت الحق هو شيطان أخص ولذلك حذركم على كل الشعب التونسي هذا الروح مجاعة والفقر بسورة المعدوه هذا فهم يتبعوا فيه باقي وما حبوش يحشموا وراها وقتني في الانترنت في الواحد كان فهمني جماعة عصابة تخدم من هالكامل فهمني كلنا مع قيس سعيد هذاك بس زعاب فهمني ما توسع الحرارة كلها حتى هتني مع قيس سعيد ولذا فهمني أنا حبدكم أنا قلت لكم المخزون الاستراتيجي بتاع الدولة التونسية انتهى ولا على شرف الانتهاء وبيشتروا مجاعة لعمركم مريتوها فما يخص فهمني الاجتماع بتاع اللي عملوه الاخرين بتاع اليابان هذا كان يوم تهنئة اليابان ديجا اليوم خايف ترى اللي راهو فهمني الظلم كل شيء يطيح في الماء امسح اهلا وسهلا ازول ازول بالله بونجور اهلا وسهلا بلا مقدمه دابا رحنا بينا الى قناه بيناتنا وهذا ليهم المغاربه انهم نبقاو شادين ردت واحد الفيديو من قبل نبقاو شادين الفكره ديال طرد البوليزاريو من الاتحاد الافريقي علاش واخا ما يتطردش دابا هاد العام ولا العام الجاي محدنا حنا كنجريو باش يتطرد البوليزاريو محد هاد الدوله اللي حدانا كتخسر الفلوس باش تخليه الفوك تبيع حوايجها باش تخلي البوليزاريو في الاتحاد الافريقي خصو يزيد يغلى عليها دوفيان دو بليز اون بلو شير بور كونسيرفي اون بلاس مارسونار دي بوليزاريو او سان دو لينيون افريكان المغرب يجري ويشوف لي غولاسيون ديالو كان سينيغال ان فري امي ان فري فرير فيدل ويدير الجميع بيان سور تو لي با تو لي مويان سون بون بور غاني لو ماتش ما كان سبورتيفمون لا ما كان سبورتيفمون هادشي ما فيهش الفير بلاي هادشي ما فيهش الفير بلاي لان هادو ما كيعرفوش فير بلاي سي دي جون دونجورو اللي عندهم في دماغهم هو تريب المغرب ما كيهمهمش يجوعوا شعبهم ويعطشوا شعبهم وخصكم ديروا واحد القضيه انا كنقولها للمغاربه كاملين ما تهضروش على النظام الشعب الجزائري اللي تزاد ورا 75 اللي تزاد في التسعينات والثمانينات اي كوا فريمون كو لو سارا ني با ماروكان راه دخلوها ليه في راسو كيما حنا المغاربه حنا شرعيا وقانونيا وتاريخيا الناحيه المشروعيه الارض ماروكان مغربيه ولكن حنا حتى حنا درنا واحد المجهود باش نقنعوا هاد الشباب على ان هذيك الارض خصهم يكونوا سوليدار لان حتى حنا كان لي سي الي لي سي فير حنا كاين الناس لي سي طومبي يقول لك اش غتعطيني هاد الصحراء لي هاد الصحراء اليوم ولاو معنيين بالامر انا نقول لكم واحد القضيه جو فو بريفيان جو بريفيان لي ماروكان ان هاد لي زالجيريان ديال اليوم اللي عندهم 40 عام حتى 50 عام اللي تزادوا ابخي 75 اللي زادوا 79 80 86 ما لي ماروكان اي لي زالجيريان لي ماروكان ما كيعرفوش ان سبب اللي زادوا ورا 75 ما كيعرفوا سبب الصداع في المغرب والفقر وترد الاوضاع الاجتماعيه هي الجزائر التي اقحمتنا في حرب لم نكن نتوقعها ولم نكن مستعدين لها لارجيري نوزا امبليكي دون اون غير امبريفو اناتوندو اون ايتي با بري بور فير لا غير اون سي جامي بريباري بور فير اون غير ما عمر المغرب كان كيشري اسلحه المغرب كان مضارب غير مع الامن الداخلي لان كانت هناك 72 محاوله لقتل الملك 72 محاوله اللي باينين راه معروفين هذه قال لي الناس اللي هما كانوا وصل المعمعه وكاينين دابا في اوروبا وقال لك اودي السي ابراهيم راك غلط راه ماشي 3 او 4 او 5 محاوله انقلاب محاوله قتل الملك راه كاينه 72 طونتاتيف داساسينا دي روا اذا هاد المغاربه اللي تزادوا ورا 75 خصهم يعرفوا على ان سبب المشاكل ديالهم وسبب المظاهرات الاجتماعيه والاحتجاجيه اللي بانت من بعد وكذلك ديال 81 نيتو هو الجزائر الجزائر الذي فرض على المغرب حرب شرسة وجاب لها جميع المرتزقة ديال العالم وجميع أقطاب الشيوعيين جاو تحاماو على المغرب هذا نقولها لكم تلكو خصكم ديروها في راسكم ما تعيدوهاش ولارمي
populaire nationale algérienne, elle est composée des Algériens, des jeunes services militaires. L'idée des 18 ans, au service militaire. Le chef algérien, متشبع على انه المغرب ما خصوش ياخذ الصحراء. وداخل ليه راسو ان الجمهوريه الصحراويه كاينه كما كنهضر الصحافه التونسيه. والمحللين التونسيه ما عدا الا القله القليله اللي كيفهموا الاستراتيجيه ويشوفوا الابعاد الاستراتيجيه لان الجيري سي جيتي دون لا غيل دو لا ميزير. تلاحت فم الجوع. لان الجزائر شكون اللي كيخلص الميليتير دابا المساندين ديال قيس. لا في الصحافه ولا في اللي دايرين به هي الجزائر باش يساندوا يقولوا نعم لقيس واللي ناضي يعافوه اللي ناضي يعطيو ليه اللوجه. هي الجزائر. الجزائر دابا الاستنزاف ديالها شنو هو؟ المغرب يضرب الخطوات الثابته لاسقاط عضويه الاتحاد الافريقي ديال بوليزاريو. اتحاد بوليزاريو من علاش؟ باش الجزائر تبقى تزيد تخسر الفلوس كما شاو الغينيا قال لهم غادي نحلوا غادي نديروا بحال دجاج حل السفاره خليهم يخسروا الفلوس. حنا كنحلوا سفارات وكونسوليات ديال افريقيا في الصحراء المغربيه الاقاليم الجنوبيه الساحليه على الاطلنطيك تكتيك خليهم يجيو حنا بغيناهم يبقاو يخسروا الفلوس لتجويع الشعب ديالهم اللي ما باغيش يفهموا ما باغيش يرجع للتاريخ الحقيقي من دول محايده ويقرا التاريخ اللي قراه ليه بوخروبه وقراه ليه بن بلا وقراه ليه القايد صالح وقراه ليه نزار وتوفيق والجمعيه ديال المخابرات اللي دخلوا الدماغ للجزائر وبدلوه حلوه وركبوا فيه تاريخ مصطنع يصطنع الامجاد والاكاذيب. قبل ما ننسى ندوزكم بعدا هاد لونسيان هو هذا راه داير في لي ريزو سوسيو كريم ماكني رساله جديده من جنرال متقاعد منصف بي هذا كريم ماكني هو اللي مبارطاج كنحييه على هذا البارطاج حنا كنا نهضروا عليه ولكن ها هو كونفيرما ماشي عندي انا الناس تقيني عندهم مبني اخترعوا البومه اتوميك جاي انت تعدي فيها عليهم زعما نروح مهف كنعطيها على اليابانيين تو ما يرونيش انا تو نزرفوا هذايا لا 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 الطرطور اللي جايبينه فهمني من الصحراء وتو نزرفوه فهمني وتو ما تعرفش اليابان الطرطور هو غالي كل شيء وكل شيء تو فهمني مشى في البحر كان يدوس هاك قضيت على روحك وقضيت على كل على اللي على مشي مشي كان الفريق ياكلوا مش صح اليابان هذه الجزائر وتونس بعدت لهم الخريطه ولذا تهناو على العموم انا وصلت لكم الفكره على توزيع حضر الواحد عن قريب الشهر الجاي ان شاء الله وما يفوتش انا قلت شهر نوفمبر اللي بيجي قصر كرتاج لما الرخام تاعو لما يتقلع في شهر نوفمبر انا اعطيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعاود لكم من الاول السلام عليكم اسمع من الاول دابا هاد السيد هذا كيقول لك المخزون الاستراتيجي من الموارد الغذائيه من الفلوس كلشي استنزفها الزومبي ديال قيس وكيعتمد دابا على المساعدات تحت الطابله ديال شنقريحه والربعه ديالو كيخلصوا ليه العسكر كيخلصوا ليه الموالين لا كيخلصوا ليه اللي كيقمعوا المظاهرات وهما اللي وراو ليه باش يستحوذ على البرلمان يستحوذ على اسمع ليه هذا راه تونسي متقاعد جنرال اللي سكت الحق هو شيطان اخرس احنا ما نسمع شياطين الاخرس بني راهو فهمني الظلم ولا استبداد هكا نجموش نخدو ساكتين عشية توا قبل بثلاث شهور كلمتكم على المخزون الاستراتيجي هبطت لكم فيديو في مواد جوية قلت لكم يا ولادي راهو قيس سعيد يستعمل المخزون الاستراتيجي وقت اللي يوفى المخزون الاستراتيجي يجوع الشعب التونسي لأن أمريكا مسكر عليه وأوروبا مسكر عليه الإعانات هو ما لقى حتى شيء عنده المخزون الاستراتيجي والمخزون الاستراتيجي هذا معمول به في الدول الكل هو شد ثلاثة شهور ثم دولي شد ثلاثة شهور ثم دولي شد ستة شهور ولذا أنا متأكد اللي تونس ثلاثة شهور عندها قلت لكم في الفيديو الأخراني شهري ونص قلت لكم وقتها سعيد يستعمل في المخزون الاستراتيجي تاع البلاد وتو يوفى وتو تشوفوه فيش وحده يطيع يبرك على صحيح ولذلك قلت هاو صار قلت لكم راه مواد سبتمبر يوفى المخزون الاستراتيجي مازال باش يجيكم الحليب توا الحليب قريب يوفى
والحليب يبدا بالزبده الحليب، ولذا المخزون الترسيجي نتاع تونس كله كبير فيما يخص الفارينه، فيما يخص الحليب، فيما يخص الزبده، فيما يخص الزيت، فيما يخص كل شيء. المخزونات كلها وفيها دار عليها زعما زعما خشد روحي حتى ماشي مع الجزائر، والجزائر عندنا نبعث لها من هنا كل قالت لي تبروح تخيلك وخيل شعبك اللي مسيكني يقاس يخل من تونس هذا ما تزيرية في يدنا الجزائر في يد تبسر عنا ما نعرفه. قالت لها بشعب وخيله مش يعطي في فلوس الجيش، هو يخلص في الجيش في الوقت الحاضر اي باش يقوم على قيس سعيد على اليوم فهمني عندي تدخل صغير مش باش نطول عليكم على مشكلة هذه الصحراء هذه الغربية موجودة في ما بين المغرب والجزائر وسي غانم إبراهيم غانم أي هو اللي سبب إبراهيم غانم غانم زعما الناس نية جديدة قالوا برا برا خليني دمرت هذا قيس سعيد معنا مرة أخرى ولذا بخير سعيد ماشي توا في الجزائر باش هاو يخدمني وهاو حل نعلمكم من المغرب ما كنتش بد 43 بنك اللي عندها في تونس سمع سمع خذوا تونس انا ما تزيد تبرك اكثر من اللي تروا فيها توا كحل كحل وهاو شايلكم المغرب من عند المغرب ما ريتو منها شيء المغرب 43 بنكا هذا شيء هذا ما ريتو شيء من العقوبات اللي تجيكم من المغرب هو تمر نتاعكم يصدر كلمة على طريق المغرب هو أول حاجة هذه أقل حاجة وزيد هذوما 43 بنك اللي باش نتاع كحل كحل اللي باش يجبدهم المغرب اللي باش تحطهم الاقتصاد التونسي على بكرة أبيه ولذا نحذركم كحل كحل على كل الشعب التونسي حضر روحه المجاعة والفقر جرة المعتوه هذا فهم يتبعوا فيه باقي ما حبوش يحشموا هو وراها وقت نيمة في الانترنت في الواحد كان فهمني جماعة عصابة تخدم من هركاب الفهمني كلنا مع قيس سعيد ركب الزعاب فهمني ما تواسى الحرارة كلها حتى هدني مع قيس سعيد كحل كحل ولذا فهمني أنا نحذركم أنا قلت لكم المخزون الاستراتيجي متاع الدولة التونسية انتهى ولا على شرف الانتهاء باش تراو مجاعة اللي عمركم ما ريتوها فما يخص فهمني الاجتماع تاع اللي عملوه الاخرين تاع اليابان هذا كان راهو تناول اليابان ديجا اليوم خرجت قرار كل شيء طاح في الماء كحل كحل امسح كحل كحل تعلم عاش عندي انا الناس تقيني اللي عندهم مبني اخترعوا البومه دويك جاي انت تعدي فيها عليهم زعما عمل روحك مهف خان عطيها على اليابانيين تو ما يرونيش انا تو نزرف وهذايا هلا لا لا الدكتور اللي جايبينه فهمني من الصحراء وتو نزرفوه فهمني وتو ما تعرفش اليابان لا لا اليابان شقت كل شيء وكل شيء تو فهمني مشي في البحر هاك قضيت على روحك وقضيت على كل على لا 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 مش يمشي الدمال كان افريقيا مش صح هذه الجزائر وتونس بعدتهم الخريطة سمعت لذا تهنوا على عموم انا رسلت لكم الفكرة على تونس يحضروا روحهم عن قريب شهر الجاي ان شاء الله وما يفوتش انا قلت لك شهر نوفمبر اللي مشي قصر كرتاج لما الرخام بتاعه لما يتقلع في شهر نوفمبر انا اعطيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا جنرال متقاعد سميتو منصف باي سميتو منصف باي الى دي لا فيريتي هادشي هضرنا حنايا قلنا ان تونس فيديو اللي سابقا قلنا ان تونس عندها دي بتيت ريزيرف استراتيجيك راه كلاتهم وان الجزائر هي اللي كتكلفها الموظفين الاوفياء هي اللي كتخلصهم وكذلك العسكر والبوليس قوه القمعيه لا باغاي ريبريسيف والعسكر وكل المولوين القيس باش تحافظ على النظام انا كنقول شحال هادي صافي دي زاني قلت لكم لالجيري فون سي انتستان بور ديتروير لو ماروك ماشي سيلمو بور لو سارا باسكو لو سارا ما عمرها تديها كتبرتي بالمغرب بغات تستنزف المغرب بغات
تبرزتك بحال اللي لعب شي ماتش نتايا وكيمشيو لك عندك لي ميير جوا كيبقاو يضربوا فيهم يديروا لهم هكذا يعيهم باش انت ما تكونسونطراش في الماتش. ولكن اللي كيعجبني في المغرب اللي غيستي كونسونطري، مشى شارك عندهم في عده ملتقيات، مشى مع العلامه المتوسط، كيجيو هذوك القناه ديال البوليزاريو للملتقيات المغرب ما كينسحبش، كيجيو غادي معاهم سارحهم هما فرحانين، كيديروا السيفيات. حنا حضرنا جنبا الى جنب الى الملك، حضرنا جنبا الى جنب ويا راه كيوجد ليه الزليقه، وهذه هي الزليقه الكبيره. تونس اللي هي لا بورت دو لالجيري فيغ دو لوتر كوتي، واللي تونس اللي هي كتستغل لا زون فرونش اللي دايرتها مع الدول العربيه، التجاره اللي كاع التجاره ديالها كتصدر من المغرب، ولي بونك ولي شونج لي ديفيزي كتاخذهم 43 بانكه مغربيه اللي كاينه عندها، والبيرسونال قريبة 2000 كادر اللي خدامين، وسون كونتي هنايا اتونسيون هنا راه كاينه دي ميلي ديال التوانسه اللي شادين دي بوست تري امبورطون في المغرب. طريقهم كحله خلاها منار سليمي، هادي بعدا كنحييه فيها. الطريق الكابرانات كحله، طريق الكابرانات كحله، ها هما ها هو جينيرال، راه ماشي حنا اللي كنقولو، هادي كنحييو الناس اللي المغاربه، المغاربه سون تري اكتيف بالفن بلي زارديمون. قال لك حتى شبتها ماشي غارق، ماشي غرقوا في الماء هادو، غرقوا في لي صاب الموفون دو لا ميرد، لا ميرد موفونت حاشاكم هي اللي غرقوا فيها. اذا كنبه المغاربه هذاك المهداوي بعدا، المهداوي ومنيب وماغودي، بركه من دوك السلبيات، راه كاين حوايج زوينين في المغرب، بركه كتشد ديك اللعبه وكتبغي لا تسانس اصاحبي هبلكم لا تسانس، مازال منيب كتقلب على شي حاجه كبيره لانه ولفت الجميله الكبيره، ها بركه اصاحبي. راه سي با لو مومون، القضية ديال الصحراء خاصها تجمع كاع المغاربة، واخا نكونو مخاصمين هنا فين خصنا نكونو متفاهمين. مهداوي تيني غيان، انت مهداوي تيني غيان ديتو، مشيتي رونتيها مع الزفزافي وخرجتي عليهم كاملين، ودرتي الزعامة ومشيتي للحبس باش تجيب الشهرة من الحبس، ودابا كتستغل ديك داك الشدان ديال الحبس وكتسب في بلادك. انت كتنتمي للنظام، الله لا عقلو عليك، انت مغربي، شتي القراقير وانا عشت معاهم، انت مغربي تبقى ديما مغربي، كيستغلوا ديك الكلمه ديالك اللي كتزلق فيهم، حقا سبتهم ليليا، واش قربك اصاحبي لهذا الشيء؟ زعما باغي عاود تشد الحبس باش تشهر باش ولادك عاود يعاونوهم ودير الفلوس ودير هذه، راه انا صغار يعني، لا عندك شي حرفه سير ديرها، تلاق من المغرب، المغرب راه ماشي ديالك انت بوحدك، تجر معاك دوك الناس تربي فيهم الفشل، اغيط اصاحبي، لا الشيطان. ما كنهدوك ما والو، كنهضروا معاك نورمالمون، حنا مالنا حنا، حتى حنا راه وقعنا بزاف ديال المشاكل، حتى حنا دارت لنا باندا على عينينا ودارتنا على سبب الجزائر، كانت البلاد كانت امنه وكي الجزائر بغات دير انقلابات ما بقاش الامن في الجزائر، سي نورمال المغرب يحضر راسهم كلشي، حتى حنا تعتقلنا وتشدينا ونجيو حنا نستغلوا ذاك الاعتقال نبقاو ندويو، نعطيك انا فين تعتقلت ونعطي لك مع من كنت، شكون دار معايا البحث، شكون دار معايا الروينه الكحله، سير البيرو 14 في وجده وقول لهم ابراهيمي اكل دات كذا وكذا. ولكن انا جو نو سي با رونكينيي، كنتفاهم الامور، المغرب كان مهدد بالانقلابات ومهدد بزعزعه النظام وبتقسيم المغرب، سي تو تافي نورمال، كسب شويه ديال الخبره وديال الماتيغيتي ودافع على بلادك وبغيتي تدبر على راسك، ماشي تمشي احقا خصنا نقولوا سبتهم ليليا ولا قلنا سبتهم ليليا غادي الصحراء، حتى اش قربك علاش كتهضر الهضره ديال القراقير ولا الشيطان. وكذلك في الناحيه الرياضيه معودي كان في التربيه الاسلاميه وكان في التعليم ومشى لبين سبور، وديك القضيه ديال ديك المعارضه وداك ديال المغرب هو اللي شدوه بقاو شادينو، فهمتي علاش ما بقاش معاهم بالنيس ما بقاش معاهم، هذه راه بلادك فهمتي. انا شوف انا نمشي للشيخ شني بازني بزوزني بزاز كاع ما تسولني ندير لك البزاز، انا ما كنتش باغي كاع نجبدك كاع كاملين، ما كنتش باغي نجبدكم لا موني ولا مهدا، ولكن الوقت حان دابا اننا نكونوا سوليدار، نكونوا سوليدار، لانه هما في دماغهم ما تبقاش تسنى نظام الكابرانات يمشيو غادي يجيو معاك، لا هما في دماغهم اي سون بلي دونجورو كو الكابرانات، باسكو غنفهمك تري سامبل، الكابرانات الوارثين ديال الحكم اللي ورثوا الثوره اللي اختطفوا الثوره ورثوا البلاد بلاصه فرنسا، صنعوا التاريخ على حسب المزاج ديالهم، عارفينو بلي مصنوع، اللي كانوا كلاو هاد التاريخ هضموه هضم ما عارفينوش مصنوع، ما كيامنوش بالامبراطوريه المغربيه، ما كيامنوش بالصحراء المغربيه، فهمتي كيامنوا ان ما كيامنوش بالمملكه حره وبالخيرات، كيامنوا بمملكه اضطهاديه فقيره شعبها
مضطهد، عايش في الجوع، عايش في القهرة، عايش في الحقر، هذا هو اللي كيأنوا به. ألوغ ما تزيدوش نتوما تكونفيرميو هادشي اللي قراوه هما في التاريخ. ما كيأنوش الجزائريين اللي تزادوا من بعد دماغهم فيني نا بلي دو بلاص بوغ لا فيغيتي، دماغهم عمر بالكذوب، عمر بالكذوب اللي بالنسبة ليهم سيتين فيغيتي أبسولو، بالنسبة ليهم الحقيقة المطلقة، ما عمر يتقبل ان نوتر فيريتي تدخل ليه تماك. صافي سي فيني، سي فيني. لو سيرفو دي زالجيريان كي سون لي ابري 75 تي بو بلو لوي انترودوير لا مواندر فيريتي. كي كتشوفو كيسبك ويعايرك راه من نيتو، راه من قلبو، لان كيعتقد فعلا ان الملك ديكتاتوري، وكيعتقد فعلا ان المملكه جيعانين، وكيعتقد ان ملويه ومجيت جراده ومجيت بوعرفه ووجده وكذا، انها الارض جزائريه، وعطاو ليه شي حروب شي معارك ما بين الجزائر وفاس، وفاس استعمروها، عنده شي حوايج انت كيبان لك مهبولين، ولكن بالنسبه ليه هو راه عاقل معقولين. ها هذا الشيء خصك ديرو في راسك. حنا الشباب ديالنا اللي تزاد ورا ال 75 خصنا نفهموه، هذا اللي خصكم تخدموا عليه، لان كل المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه حتى لا جيوبوليتيك كلها جاتنا من القطب الشيوعي عن طريق الجزائر. هذا الشيء خصو يعرفوه الشباب ديالنا، خصكم تخدموا عليه انتوما مادام ديزانفليونسور، ولي تبقى تهضر لي على اكس لي بان وتهضر لي على سبتامبليليا واسبانيا، ما تدخلش لهذا الشيء، راه بعيد عليك هادشي، ما تقدرش تناقشو، لان على هاد الناس اللي كيدافعوا على المغرب، على هما بوجده، على منار سليمي بوجادي، حاتم رباط، هرباز، علي بريش، جل سيرجون، هادو هاد دكتور صنيبي، الدكتور، واش هادو بوجده؟ واش هادو كيهضروا بالتاريخ؟ واش هادو حسرافه؟ كما بمعنى عياشه، العياشه اللي كتفهموها بحسرافه. هادو وطنيين يبغيو بلادهم وكيرتكزوا على الحقيقه التاريخيه المطلقه المشروعه، ما كيمسحوش الصباط، ما كيلحسوش الكابا. الناس كيدافعوا على بلادهم بمنطلق الحقيقه، ان المغرب دوله تم الاعتداء عليه من طرف المعسكر الشرقي الذي كان دائما والى يومنا هذا يبحث على زعزعه النظام وتقسيم الامه المغربيه. هذه ما خصكش نعس عليها. هاكو صافي راه حنا ربحنا باز اونكور باسكو لاجيري فون سي انتستان، كتبيع مصارنها باش تريبك، والشعب هذا اللي جاي الي دونجورو على هذا اللي غادي يمشي، هذا اللي غادي يمشي راه هو اللي صنع التاريخ حسب المقال المزاج، سي لوي كي كونفيكسيوني توت ليستواغ بوغ اندوكتريني بوغ فورماتي لي فيتور جينيراسيون افان دو كونسيرفي لو بوفوار اي لي فيسيل دو كوموند en partenariat avec les communistes, avec les échéistes de l'Iran, avec la France. L'objectif principal, les qui a été l'aval, qui a été le feu vert, qui a été l'aval, qui a été le feu vert, qui a été l'aval, 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 qui a été عاون المغرب وقول لهم اودي سبب المشاكل ديالكم الاقتصادي، ويكون واقعي، غيكون غير واقعي، يكون غير واقعي قبل من لافير ديال الصحراء. والدينا، انا الوالد ديالي كان كيجي للمغرب قبل من 75، انا كنت عايش في الجزائر، كيقول لي بخير وعلى خير. والله انا بعدا غير في 79 بعدا الامور كانت مزيانه، دخلت للمغرب مزيانه. تصور اصاحبي، كانت الحوت تباع 10 ريال الكيلو في وجده، الرايه ب 40 ريال الكيلو، وهاد المارون بواسون بلون ما كيفوتش 5 دراهم في 79، كنت كتشري سروال ب 30 درهم، صباط ب 30 درهم، واش انا ما كنعقلش؟ سبردينه الغاليه كانت 100 درهم في 79، الجين كان كيدير 30 40 درهم، الدولار والليفيس و501، كونوا واقعيين. راه سبابنا ديال تفقير الشعب المغربي وتأزيم الشعب المغربي، المغرب اش غاش يدير يدي هنا ولا هنا ولا هنا ولا ها؟ الحصار، محاولة الانقلاب، البلبلة داخل البلاد، المعارضين، الصداع، كيفاش يدير؟ والحرب، خصو يحافظ على الصحراء، اللي هي بلادك أنت، تقبل أنت تفرط واحد الشبل من بلادك. سوايون سيريو أصاحبي، سوايون سيريو، راه كل واحد عنده الحرية يهضر ويقول اللي يبغى، ولكن في هذا الوقت هذا في الحال، راه لا مكان لهذاك التقزقيز ديال حقا راني ضد النظام وراني ضد كذا.
راه كاينه حريه. سبيتي الوزاره الداخليه، سبيتي وزاره الخارجيه، سبيتي الوزير الاول، درتي ما خليتي ما درتي، سبيتي في الحكومه، اعتقلك شي واحد، ضربك شي واحد، كريساك شي واحد، ما تخرج ما قربك حتى واحد، ما قربك ما والو حتى واحد. المشكل ديال زعزعه النظام ديال الاخر جاي من الجزائر، حتى ولات القضيه الناس باغيين يحيدوا الائمه ويحيدوا الامام قلب الجمعه والروينه، ولينا كنسبوا حنا ولاد الخليج. الور كي تجي تقلب لاديان ديال المغاربه، ما كانش المغربيين اللي تقلب لاديان تلقى واحد البورسونتاج ديال الامازيغ. على بو بونسي كلشي اغابا 100%، راه جيت تقلب راه تلقى 95% ولا 90% ديال المغاربه فيهم لاديان امازيغ، لوريجين اللي هو اوريجين ديال المغاربه. بركه صاحبي من المزايدات. والملك راه امازيغي عربي افريقي، وعلاش هاد الفرق التفريقه اصلا كاع؟ علاش حنا امه؟ حنا مغرب، ها في الجمع، حنا نو سوم ان ماروك او بلوريال، نو سوم ان ماروك او بلوريال. اي انا عارف كاين اللي فيه النزعه انه يكون ديما معارض وديما كذا وكذا، راه دوزنا هادشي، دوزنا هادشي. حتى حنا كون بغينا نديرو هادشي، كون بغينا كون درنا سكتنا ودبرنا على راسنا وداك، كون خدينا بقائي وخدينا. راه كنت خدام انا في الداخليه وكنت ديما منوط الصداع، جيتي سانديكاليست، ماشي مع الاي ام تي ولا مع السي دي تي ولا، كنت بوحدي، ما كنبغيش هذه الظلم وكذا وكذا، وما عمري تحسرت لشي واحد، وراهم شاهدين عليا، وعمرني شديت شي رشوه ولا شديت شي حاجه. وانت دابا كتهضر بحال المغرب النظام فاسد وكلشي فاسد، لا سي با لو مومون، سي با لو مومون. اسمح لي انا غادي نبقى نعطيك لي ديتاي بشويه بشويه، المغاربه كاملين غادي يسمعوا. المغرب ما كانش مغربي كيخرج للسوق وما يلقاش المارشي عامر بالفواكه والخضر، نتحدى اي واحد يقولها ليا. ما كانش مغربي يمشي لشي بيسري ويسول واش كاين، واش كاين يعلم الله اش كاين، كيمشي كيقول لي اعطيني كيعطيه. ونزيدكم قضيه بالكريدي، تمشي عند السوسي الله يجازيه بخير، ولا الريفي ولا الفاسي، اي تجاره دايرها كل واحد شنو داير، كيكريديك تقول لي تنتخلص. ولا جا الشهر وعندك شي مشكل تمشي عند يقول له عافاك راني غادي نعطلك شي شويه، راه ولات ليا المراه او جاوني الضياف، يقول لك ما كاين مشكل. شو المغاربه كيدايرين؟ واش تلقى بحال هاد الناس؟ حنا كنا موظفين، حنا كنا موظفين ما كنتخلصوش، سمعني مزيان، وكنا اون ستاج في ستاج في الداخليه، كنا كنمشيو عند ريستورون كناكلو عندو حتى كنشدو لابوس نمشيو نخلصوه. شو المغرب كيداير؟ واش تلقى بحال هاد البلاد؟ كنا موظفين وما كنتخلصوش، الرابال خصك تسنى عام عامين باش كرياسيون دو بوست. كانت موالي الحوانت كيسلفونا باش نخلصو الكرا، كنا كنتشاركو في الكرا وكيخلصونا موالي الحوانت، وكان كريديو عندهم بالخضره والفاكهه وكل شيء، كان كريديو منكم قمت تخلصوا ها في ساكن ودايرين لنا كارني. واش انا ننسى خير المغرب؟ واش انا ننسى المغاربه؟ سمح لي عمري نكون انا ضد المغاربه، لان المغاربه مسهلين لك الحياه، يديهم كتقطع في الفلاحه، يديهم كتقطع في البنيه باش يوجدوا لك العمارات، يوجدوا لك الشقق فين تسكن، ما يكونش عندك نقص في السكن، وما يكونش عندك نقص في المنتوج الفلاحي. دخل المارشيات، الاسواق الشعبيه، اسواق ديال المدار القروي، ادخل لي سيبيغات، الخيرات موجوده. علاش؟ لان هناك مغاربه رجال صاحبي، خاصك تشوف هاد الناس. ماشي انت غاضب على واحد الوزير ولا على واحد السياسه وتعمم كل شيء وتبقى تعطيهم باش يضربونا ويصاوبوه باش، علاش؟ كتعاونهم باش يفورماتيو غير شعبهم، ما حنا ما يصوروا منا البق والماء الزرق، كتعاونهم على باش يزيدوا ياكدوا على انهم على صواب، وكاو من عندهم بوق النظام اش كيقول. سيل فو بلي كونسونتري فو، راكم في حرب، راكم في حرب، راه ما لقاوش لا سوليسيون كيفاش يريبوكم. اوني دون زين غير، لقاو الزومبي ديال قيس كي فوني دو نول بار، سي ان اريفيست فري اريفيست فوني دو نول بار، ما عندو ني ريفيرونس ني قرايه، ما عندو والو. وتصور واحد اللي كيقول لك قال الله سبحانه عز وجل قل الحق ولو كان في او، ولا كيخلق الايات. حنا واخا ما كنستغلوش الدين باش، غير باش نقول لك ان الناس، ان بنادم جاي جاهل على البوفوار وحاطينو تماك بحال تبون، تبون كيحلب لك بالله، اقسم بالله العلي العظيم عمرني كذبت، هو حياته كلها كذوب. هاد الناس هادو بريباري واحد الشعب يبغيهم مهما كانت اخطائهم وخطيئاتهم كما نقولوا بالعربي، كيلكو سوا لاغ بيشي اي لاغ فوت، الشعب قابلهم. حنا راه حنا في واحد البلاد اللي محسوده كيما خلاها محمد السادس الله يطول عمره، قال لك اللهم كثر حساد. انا لما كان عندك حساد راك والو، عندك حساد،
راه قلت لك شوف انا كنرولي بالطوموبيل كنمشي نعمر المازوت ما كنلقاش لاكو الا كيت واحد الصف لاكو كاين البومبا الاخرى وبومبا الاخرى وبومبا الاخرى عندي لا كارت كنعطيك كنعمر واخا ما عنديش فلوس لا كارت كيعمروا لي بها عندي عندي واحد الديلي عندي واحد لي فاسيليتي دو كاس اللي كتعطيني لا بنك خاصك تعرف البلاد كيفاش دايره باش انت راك عايش في الامن والامان كتخرج كتلقى الزنقه نقيه كتلقى الامن ما كيتعدى عليك حتى واحد ما كتخرجش خايف وما بينما ما كيبينو كيقول ليه وهاد البلاد وتخاف تهضر تخاف هذا مهداوي لا حشومه علاش كتخاف تهضر انت ما كتهضرش ما كتسب ما كتعرق النظام وانت واحد ما عتقلك بالعكس الحريه اللي كاينه في المغرب والله ما كاينه في افريقيا والله ما كاينه الحريه اللي كاينه في المغرب الحريه والخير والفرص فرص شو ربما كتجي كتلقى الافارقه شادين معظم المناصب في الديشورين في الاوفشورين في سونتر دابيل اي تو سا في لي زوبيراتور باسكو ايديول دان كوتي المغاربه ما عطاوش اهميه لذاك الشيء وباسكو لي افريكان كيقبلوا واحد الصالير شويه هزيل ولكن لو كان دخلوا حنا لنفسهم نقبلوا داك الصالير نديروها كوم ترون بلان غير ما الحرمين المراحل وندخلوا ما يبقاولهمش البلاصه المغاربه كاع يخدموا باسكو يا دي زوكازيون دومبوش المغرب حنا كنهضروا مع هاد الناس اللي كيديروا منابر وكينوضوا يهضروا كل ما هو ضد المغرب راه ما خداماش اليوم اليوم انا كوكت انا وزير الداخليه المعارض نهبطوا للحبس ما كان لا ديمقراطيه لا ديمقراطيه راني في حرب مع الجزائر الجزائر تشن حرب شرسه على المغرب بالدعايه شنو داروا الصوره ديال الملك فيديو قطعوا منه طريف باش نقز درها قالوا سكران اللي تهضر معايا يقول لك امير المؤمنين يتسكع في شوارع باريس على هو محتاج شوارع باريس يتسكع فيهم عنده القصر قد الجي اينا بيزوان دو سيركيلي كوم سا ها ملك الملوك مبارك فين يتسكع باري ها مشي للجزور يمشي للبلايص تاع التخربيق حتى التخربيق الخوان خاوي وانت جاي ومازال كدوي تا خصك بالعكس هذه هي المناسبه نوض تقول الجزائر كفي عن هذا الشيء وتوعي الشعب الجزائري تقول لهم راه النظام ديالكم حاولوا تحيدوا داك الشيء اللي عطاو لكم راه كله كذب حنا راه ما طامعينش فيكم حنا ما باغيين نديو لكم والو حنا ارضنا هذه حنا كندافعوا عليها بلادنا هذه كندافعوا عليها مالكنا حنا كندافعوا عليه حنا كنبغيو مالكنا ونبوسوا ليه يدي هذا حقنا شغلنا كندخلوش فيكم هذا هو الخطاب اللي خصك تهضر مع الجزائري ما تحاولش تكومينيكي معاهم وتاخذ منهم لي زابوني وتاخذ منهم المشتركين وتاخذ منهم مره كتلوح ديك الكوفرون ها كوفرون انديريكت ضد المغرب كلهم انا هذوك ثلاثه اللي قلت راه هما اللي كانوا شي وحدين هذوك اللي على برا ما نهضروش عليهم حتى هذوك على اللي برا انا نوريك واحد القضيه المعارضين الجزائريين كيعارضوا النظام ولكن قداسه الجزائر ما كيعارضوهاش ادرك حنا المعارضين اللي كاينين في الخارج كيعارضوا قداسه المغرب اللي هي المغاربه فيها 40 مليون كيبغيها ماشي كيعارضوا الحكومه سياسه الحكومه لا كيمشيو شي حوايج وكتشوفوا شنو وقع لك شنو داروا لك ما اداوك ما والو الا اداك شي واحد راه ماشي الملك هناك سوء تسيير او شي حاجه هضر عليها انت كتولي تسب الملك والملك عنده هنا وعنده يعني بصحته عنده هنا قصر وعنده هنا قصر بصحته كاع لي ريشارد ديمون عندهم الملايير في كل قنت انا كنعرف انا في الدومين ديال لا ميوزيك بوب ولا ميوزيك فولك والميتال وداك الشيء وهذا الشيء ديال لا كنعرف لي زارتيست اللي ربما بلي شيخ كو لو روا دي ماروك بلي ريش كو لو روا دي ماروك بلي ريش كو لو روا دي ماروك وي عندهم الملايير وبلا ما نقول لك لي ديلر دو دروغ اللي هما بلي ريش كو لو روا دي ماروك حتى ولاو كيقولوا المغرب بلد المخدرات مروج الخد علاش بخصونا باسكو ما لقاوش كيفاش ينافسونا عندنا رجال نو زافون دي زوم انا هادو اللي كيدخلوا هكذا غير كنبههم لان كيستغلوهم الجزائريين والجزائريين هذاك اللي كيهضر بالمغاربه ما كرهوش هو براسو يجيبوه يخدموه وينغزو منه والمغاربه اللي في الجزائر عند كيفرحوا يبقاو يهضروا على المغرب وكذا والله لا عقلوا عليكم راه الناس ماتوا تماك جدودنا ماتوا في الجزائر دفاعا على الجزائر ضد فرنسا وفي الاخر طردوا المغاربه طردوهم المراه ماتوا لها اربعه ولادها نعرفها بيرسونيلمون اربعه ولادها ماتوا لها وطردوها من الجزائر ماتوا في الثوره الجزائريه المراه جارتنا مات راجلها وولدها وطردوها من الجزائر فهمتي الجزائر ما عندهاش احترام لا للانسانيه ولا للمواثيق الدوليه ولا للمعاهدات والو الله اكبر
انا صراحه بغيت هذوك المنخرطين المشاركين اللي داخلين واللي هم اغلبيه جزائريين اللي عند منيب وعند مغودي وعند المهداوي بغيتهم يضربوا طله في القنوات الاخرى المغربيه غيطلوا ما يتشاركوش باش يديو افكار يطلعوا على منار سليمي يطلعوا على نبيل هرباز يطلعوا على حاتم رابط يطلعوا على الصنايبي دكتور صنايبي دكتور نعوم على محاربون على مصدر الخبر او كشف الخبر يرويو يترواو شويه حنا بيناتنا راه مغاربه حنا غير مغاربه كنشجعوا بعضي انا جون كوراج طول الموند انا كنجبدهم ديما فهمتي وما كنتسناوش يجبدوني اون بليس فهمتي باسكو انا حياتي هذه انا عشت في الجزائر وكنعرف لالجيري نعرفها قنت بقنت وكنتعرض للسب والمعيور حقارك في الدورة عندك هذا شوف انا ما خصني والو لاباس عليا نجيك ديريكت انا مليونير انا القراقير وكاع ما تبقى تصدع راسك معايا انا ما محتاجش دراهم موجوده الغرامه موجوده كاع ما تصدع راسك بالعرض الكتاف كاين كثار من اللي جاو من الجزائر بلا ما تبقى تصدع راسك من هنا نجيك من الاول تقول لي المخزن عطاكم كاع قوامج وعطاكم كذا كاع ما تصدع راسك نهائيا جي بليزيغ سوسيتي الحمد لله لي زابارتمون عندي لي مازون انا ماشي كنفوح كنقول هذاك القراقير اللي كيقول لي كي راه كنجاوبهم كاملين ان عندهم نفس اللغه السارتي لوجيسيال واحد عندهم لو ميم ديسك دور دونك فوالا باش نهضروا مع المغاربه هاد المغاربه اللي كنعرفهم انايا وسبق ليا بركس معاهم هاد الناس المحللين الاغلبيه فيهم بركس معاهم وهضرت معاهم وتغديت معاهم وتقهويت معاهم اكتشف فيهم ان حب الوطن عندهم في الدم وفي العرق ديال جدودهم هاد الناس راه ما كيقلبوا على والو اي نو شيرش ريان دي تو هادو ناس كيلقاو راحتهم لان المعلومات اللي عندهم والثقافه اللي عندهم والخبره اللي عندهم وليزاناليز اللي عندهم الا خلاوها في وسط منهم كيمرضوا خصهم يخرجوها للمواطن المغربي باش المواطن المغربي تزرع فيه الايجابيه ويعرف منين جا الخلل منين جاونا المشاكل منين جاونا التقهقر الاقتصادي وقت الحسن الثاني منين جاتنا الزرواطه ديال الحسن الثاني لو لم يكن هناك تهديد وما كانش هناك واحد لاباراي ريبريسيف قمعيه مزيانه مزيره مزيان كون سبنا شحال هادي وراحنا ترولنا شحال هادي خصنا نكونو نريزونيو اليوم راك تخرج اليوم راه ما كيتعرض لك حتى واحد اليوم كتخرج الاسواق تلقى كاع داكشي اللي تبحث عليه اليوم تعرض تورك على البطونه ها تدير السيستم تجيك الماكله هنا اليوم حتى الانخراط في البنك في لابونك بلا ما تمشي من تنخرط في البنكه تدخل السيستم تعمر الفورميلار دير الكود بحال راك تدخل دير فيسبوك ولا دير يوتيوب اسهل البنكه بغيتي تدخل اي بنكه كديرها وكتولي وكتحط لا سيرياتير ديالك وكدير الكود ديالك وبلا ما ديبلاصا وما عمرك تمشي تماك غادي دير طرطب غادي يعطوك التعليمات غادي يولي عندك يولي عندك ان كونت بونكير يولي دوزورك لي فيرمون تماك المسائل ديالك المغرب راه وصل شي حاجه كبيره راه تغلط هذا الشيء راه بغاو يريموه القراقيرو راه وصلتي حاجه كبيره راه ما كدير لاكو حتى على شي حاجه حتى داك اللي كيمشي دابا الله راه يقول لك درت لاكو فلان راه ماشي غلط راه عنده ابليكاسيون بورتابل طق 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 يخلص ما بقاش داكشي ما بقاش نهائيا ولي وفا كاش كاينين بارتو في ماشي تتخلص ما بقاش الاداب خاصنا شويه خاصنا بزاف ديال الامور اللي خاصنا في التعليم في الطب هادشي حنا خدامين عليه في الصحه حنا خدامين عليه المغرب السكن موفر كاع السكن راه ما يمكنش كاع المغاربه يسكنوا فابور ياخذوا بارتمان ماشي عاد بارتمان اليوم ولاو كياخذوا بقعه اللي كتسوى فوق 100 مليون 200 مليون انا هضر شويه ديال المعقول المغرب راه ماشي دوله شي يو اس الشراكيه تبقى تفرق تعطي ما كتكذبش المغرب دوله ليبراليه اللهم فورتي الا لقمتي ومارغريسا الدوله كتعطي السكن ومارغريسا الدوله كتعطي المساعدات مارغريسا الدوله كتعطي بزاف الامور ونهضروا المعقول بحال امريكا نعاود مخك سكن براكا ولا عاد مخك درتي مدار غير مرخص يريبوها لك تولي تبريها يريبوها لك يريبوها لك من بعد يدخلوك للحبس لا فرنسا ولا اورو هنا لا في المغرب كيخليوك الهجرة القروية المغاربة مي كغمض عيني عليها خلاهم شكون سبب الهجرة القروية ما وقتاش كثرت الهجرة القروية كثرت وقت فرنسا وما كثرتش بحال وقت ال 75 من 75 للثمانينات البرارك ولاو 10 المرات ولا 20 مرة أكثر من اللي كانت أبري الاستقلال لا لأن الجزائر فرضت علينا حصار اقتصادي ديال بصح ما خلاتناش نفكروا في الشعب كنفكروا غير نستثمروا في الجنوب كنخلصوا بي اس ان لو بون سهارا وبني خصك تبني ديك الصحراء ما تبقاش ديزير باش تقتل السكان ديالها وخصك تدافع عليها وباش تدافع عليها خصك تشري سلاح وتا السلاح ما كانش بغي يبيعوه لك واش حسبتي دابا باش وصلنا
درنا الجدار وصلنا حتى للكركارات غير هكذاك هذاك عنده ثمن والصبر ديالنا هو اللي وصل داك الشيء واللي ما صبرش كيبقى يكره البلاد راه ما عارفش راه لا قال لك الحسن الثاني طيب الله وطار الله يرحمه ويوسع عليه قال لك اياك حنا قال لك لا نساوم في اراضينا لا نساوم لا نساوم في صحرائنا صافي ترمينيس قال لك اياك ثم اياك ان تفرط في صحرائك ستعيش مدلول من 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 بطيح المشكي كي قال ليها بقيت عاقل ولكن عاقل على مقلصه ضلي كتولي صغيور دابا راه ما داوها لكش وكيسبوك راه غير العرشه شنو داروا عليها بوطو العرشه داخله في الحدود ديالهم ما خلاو ما داروا عليها غير دابا هاد الزومبي ديال قيس راه داروا حاله دابا راه المغرب عزلنا المغرب عزلنا كذا باش عزلتو تلاقيتو زوج في واحد لاناب ديال الاخرى حاشا السامعين ودخلتو فيها نتوما وتونس تصورتوا على تونس هي الجابون الجابون كي قال لكم الجنرال المتقاعد قال لكم الجابون والقنبله النوويه ما عاقش بكم راه ايكارتاكم من الخريطه راه حيد الجابون حيدت الجزائر وتونس من الخريطه التجاريه ديالها ها شوف الله يرحمكم الوالدين راه ما تبقاش تفكر فيا انا شنو باغي نساني انايا سمعت نساني انا ما باغي والو داك الشيء اش انا هما كيعايروني لي اش كيعايروني كيقولوا لي عجوز وكلشي هما كيحكموا فيهم اللي عندهم 100 عام 150 عام باسكو لا جالوزي ما يبغيوش يشوفوا المغربي لاباس عليه ما يبغيوش يشوفوا مغربي مثقف ما يبغيش مغربي يشوفوا مغربي يعرف يهضر باغي نشوف واحد النموذج ديال شي واحد اللي يسب بلادو خائن بلادو اللي يقول لهم انا تحقرت وانا داروا لي ويجيب كيف الاعلام وحنا وداك القنوات ديالنا ديال لي زيغو اللي يمشي لواحد باني براكه في المدار الحضاري وفي المناطق الممنوعه وكيريبوها ليه يجيب ليه يبقى يقول ليه انا نشرك لاكارت كذا ونشرك هذه شوفي العايشين هو ها راه في الجزائر والله يبني براكه يريبوها ليه فوق راسه والله قال لهم تبون قال لهم انا كوشه انا فران نبقى نعطي في البرطمات في الديور انا كوشه انا فران بقى غير نعطي في الخبز هذه اللي دوله اللي عندها البترول والغاز وانت هنا كتاخذ اراضي وتاخذ وتبني في ارض ماشي ديالك ملك ديال الناس ولا ملك الدوله وكيجيو يحيدوك تبقى تغوت اللهم ان هذا ولا او تسكنتي 50 عام فابور الدول ما كتعمر من الروبين ديالنا وحنا انا مالنا راه مال حتى حنا عندنا الحق داكشي اللي كتستغلو نتايا وكيجيو يحيدوك مازال ما جمعتيش راسك 25 عام انت في براكه ما جمعتيش راسك ما جمعتي فلوس ما جمعتي والو وما لقيتش كيعطيوك السكن كتقول لهم لا ما نسكنش ديك البلاصه بعيده على هاد البلاصه او علاش اخويا ياك ما زرتوكش خارج المغرب خلاوك غير في المغرب وتنوض الصحافه تجي عندك وتبقى تصنت لك وتنشر الهضره ديالك بلا حشمه بلا حياه والصحفي ما كيخدمش انا ترى باغي غير المشاهده ماشي يقول لك اودي هاد السيد هذا راه عطاو ليه سكن ولكن راه جاه بعيد عطاو ليه في تيت من الليل ولا عطاو ليه في سيدي معروف ولا عطاو ليه في الرحمه ولا عطاو ليه في مشيت النواصر راه جاه بعيد عطاوك سكنه ايوا انت راه عندك فلوس 25 عام انت ساكن فابور راك جامع الباكيه لا ما تكذب وهذيك الدار شي تسكن فيها ولا كريها وسير شري لك شي دار عندك فلوس لان 25 عام ولا 40 عام وانت في البراكه ما كتخلص والو نوري لوجي ما عندك حتى شي حاجه راه عندك الباكيه الا جيتي تجمع غير كفلوس لك راه ديال 1000 درهم في الشهر راك جامع الباكيه المغرب ظريف المغرب ظريف ما نورمالمون اللي بنا براكه في البلاصه يريبوها ليه ولكن المغرب كيراي هاد البلاد راه ما خصها تنظم شويه خص شويه ديال الزرواطه نقول له الهضره ديال المعقول وبالخصوص هاد الصحافه هادي اللي بغيو يمسوا بالكرامه ديال البلاد الكرامه لا ترو ليبرتي سا تي لا ليبرتي كثرت الحريه كتقتل الحريه اذا كنحييكم حنا قلنا الهدف ديالنا حنا كمغاربه الشباب ديالنا اللي ما حضرش المسيره الخضراء اللي ما عرفش المشاكل الاجتماعيه اللي كنقولوها ديما حنايا انها جايه من الجزائر واقطاب الجزائر اصحاب الجزائر اللي فرضوا علينا حرب ما كناش كنتوقعوها راه هذاك هو المعقول راه سببكم ايها المغاربه اللي عانيتوا في الثمانينات والتسعينات راه سببكم الجزائر هي اللي ما خليت المغرب يدير مستشفيات ما خلاتوش يجدد المدارس ما خلاتوش يجدد مناصب الشغل راه هي الجزائر كان همه الوحيد هو الحفاظ على الامن الداخلي والحفاظ على مسار النظام واستمرار الملكيه والحفاظ على الصحراء المغربيه وهذا الشيء كيطلب تضحيه من جميع اطياف الشعب المغربي سون ديستانكسيون بدون تفرقه واليوم الحمد لله
رحنا غاديين ولكن راه مازال ما سالتش الحرب، مازال كيقلبوا على اي فرصه، حرب نفسيه، حرب اعلاميه، حرب دعائيه، حرب رياضيه. راه شتي سدوا عليك السماء والارض والماء، وتمشي لتونس عاد تلعب، تمشي تلعب في الجزائر. انا بالنسبه ليا الرجاء والوداد واي فرقه عندها ماتش مع الجزائر يقولها سيري لتونس سيري فرنسا، تقول الاتحاد الافريقي انا راه ما لعبش. لعبوا في تيران نوتر، هاد الناس عندنا مشكله معاهم، ما كاينلاش انا نركب لفرنسا وعاد نمشي للجزائر، ما نمشيش تماك. تيران نوتر لعبوا ماتش واحد ولا اليرتور تيران نوتر، مشيو لعبوا في الكابون ولا لعبوا في السنغال ولا لعبوا في فرنسا ولا ما لعبوش. ما نبقاوش نديروا هاد القجع، وحنا غادي ندوزوا الفكره. خاص الاتحاد الافريقي يبقى يوفر ملعب، يعين ملعب محايد للفرق المغاربيه في جميع الرياضات في الحقيقه، اللي كنتلاقاو مع القراقيرو، ماشي حنايا هما يجيو عندنا ديريكتومون وحنا نمشيو نديرو اسكار وننزلو عندهم. ما نسحبوش، نفرضوا على الاتحاد الافريقي يوفر لنا ملعب محايد نمشيو ليه وننزلو فيه بكل عزة وكرامة، ماشي تسبونا. مشيو ملعب حنا كنسبو فيه ويتسب لنا الملك بواسل الدين وكلام ساقط ويصفرونا في النشيد الوطني، لا داعي لتكرار نفس التجربة اللي درناها في أبي علاء محمد المتوسط. وكنحيي النادي المكناسي اللي انسحب من البطولة، وكنحيي الفريق اللي الوطني اللي كمشارك في الكاراتي في تونس، كنحييهم اللي ما مشاوش من اليوم فصاعدا لا مشاركة لا في تونس ولا في الجزائر، لأنهما الرياضة كيديروها سياسة بلا ما يضحكوا علينا، الرياضة كيغسلوا بها الأدمغة، حنا ما كنديروهاش. ولكن في اليوم فصاعدا تضامن جميع الرياضات مع المغرب، فهمتي؟ ماشي هذه ماشي طريقة. وقضية ديال استقطاب اللاعبين من الجزائر، هذوك الناس راه كتعاون الخزينة الجزائرية بالعملة الصعبة، غيتخلص اون دوفيز، غيدير دوفيز الجزائر، ما يتلعبش. أنا في هذه القضية متطرف، ما يلعبش عندنا، وحنا ما نلعبوش عندهم، ما نعطيهمش اللعابة، نجيبوا اللعاب من السنغال، نجيبوا اللعاب أي بلاصة، وما نجيبوش من الجزائر ولا نجيبوه من تونس. والمدربين لا ميم شوز، كيتخلصوا بالعملة الصعبة وكيديروها في بلادهم، كتكب في الصندوق ديال بلادهم، راه ماشي سهلة، الملايين كتمشي، خمسة هاد اللعابة راه ملايين ديال الدوفيز كتمشي لهم الصندوق ديالهم باش يحاربونا به. حنا بغينا لهم ازمه وراء ازمه، كيما بغاو يازمونا حتى حنا نحاصروهم اقتصاديا. هو الجنرال المتقاعد قال لك من نوفمبر الكارلاج ديال قصر قرطاج غادي يحيدوه، راه ما كاين لا ماكله لا والو. ديجا دابا كلشي الاثمنه طلعت عندهم اربعه د المرات، حتى هما ولاو في الطوابير، حتى هما ولاو في الطوابير. اذا كنحييكم، وهاد الناس هادو المغاربه كنطلب منهم، هاد المعارضين دخلوا عندهم وقولوا لهم اودي راكم تزلقوا في المغاربه وراكم تعطيو القرطاس للعدو ديالنا، كنعطيو القرطاس بركه. اللي عندي شي مشكل وما نجحش في حياته ما يمسحوش في الدوله. You have to look what you do for what you give to your homeland to your country not what your country gives to you. شوف انت واش تعطي الدوله، ماشي الدوله تعطيك. تحرك، نوض، خدم. كنتلاقى انا مع البنايه يديهم مقطعين كيديروا ساندويتش ديال الطون، وكنحييهم وكنقول لهم كنحييكم وكنستعرف بكم، كتخدموا، كتشدوا البرويطه وكتضربوا الملاسه وكتضربوا كتخدموا بعرقكم، والعشيه كتشربوا كاسات كذا وكتنعسوا نعسه ديال بصح ديال التعب. ماشي واحد يفيق مع ال 11 ولا واحد باغي يخدم ما يحكم فيه حتى واحد وما يعطيه اوامر حتى واحد وما يديروا ليه لا ملاحظه لا في المهم شي حاجه. قالوا لي داروا فيا داروا فيا، ترجلوا شويه، راه اليد العامله ناقصه بعدا في الفلاحه، راه الافارقه شدوا كاع الفلاحه ديال المغرب من بركان حتى للقويره. اي واذا مشيتي لي فيرم ديال بعدا ديال الاقاليم الجنوبيه كلهم افارقه، مغربي ما باغيش يخدم فلاحه. حنا بلد فلاحي، راه ماشي تخدم فلاحه، حنا بلد فلاحي. لافوكا مشتت، الكيوي مشتت، الكانطالون مشتت، البطيخ السويهله، ما كنقصنا شي حاجه. المغرب هو لو ريستورون. كنقول الحسن الثاني وكانوا كيضحكوا عليه، كيقول لهم المغرب غادي يكون لو ريستورون بهذه اللغه، وراه عندي الديسكور ديالو، لو ماروك سوغا لو ريستورون دي موند، وراه المغرب دابا حاليا لو ريستورون دي موند، لا ميير كويزين دي موند. اللي باغيين ياخذوها لك وكيسبوك، كياخذوا لك الطاجين ديالك والطنجيه ديالك
والشربيل ديالك والمضمه ديالك والتراث الموسيقي ديالك والتراث الشعبي ديالك والقفطان ديالك ينوض باك المهداوي والمونيب ولا كذا كيمشي ليا داك ما بقاش الشراكه. الشراك سير كلها وسير الله يعاوننا ويعاونك بديك الشراكيه ديالك. سمعت سير ديرها في نص وكلها تدو خلينا في الشراكيه وكذاب. انت كذاب على الشعب، انت باغي حقوق الشعب، انت كدبر على راسك والاخرى تدبر على راسها والاخر كيدبر على المنصب ديالو كذاب على الشعب. ها على ما نعرفوش حنا حتى حنا نشدو شي واحد نبقاو نصبطو فيه. كونوا رجاله وكونوا مغاربه ديال بصح، راه مغاربه راه ينبذوكم مشيو لينبذوه المغاربه، راه دخل الزنقه يبقاو يدفلوا عليه. الحمد لله كنخرجوا الزنقه كيسلموا علينا صغار وكبار، ما درنا والو، ما مغنيين ما رياضيين ما والو، غير مواطنين غيورين وعندنا علاقه طيبه مع المواطنين. علاش اخوانا نتعادى مع الوطن ديالي؟ علاش؟ علاش انا سقطت ما نجحش نعير الوطن ديالي؟ ماشي ديالي بوحدي، راه 40 مليون مغربي اللي كاينه فيه كلها وحدو. علاش بوركوا؟ شوف هو اش كيقول لك، دخلها لراسك الميزيريه وتحيا الجزائر، ناكل الحمير وتحيا الجزائر. الا مشات القوميه من البلاد اش غادي يبقى لينا؟ راه قلنا لكم شحال من راجل مشى لزاميريكان بور ناعس في الزنقه وداير في الحيط ملصق الدرابو ديال اس دي اف معلق الدرابو ديال الامريكان في الحيط. كلشي عندهم الدرابو ديال الامريكان في حوايجهم في طوموبيلاتهم في ديورهم. وانتم واحد الوقت وصلتوا الدرابو ديال المغرب ديروا ليه هكذا باش تقول عاش الملك. نقول عاش الملك مالك؟ كاين واحد الفئه ديال البشر اللي كان يقول لك وانا كنت عاش الملك يقولوا لي عياش. بالعكس تاخر بعاش الملك، يختاك الملك صلى عليه صلاه الجنازه، يولي عندك يولي عندك بحال تبون وبحال شنقريحه وبحال بحال قاسي السعير ولا قيس السعير مش عارف. خاصك تاخر ماشي تدرك هذوك الناس. راهم راه القاطيع هو اللي كيخرج ضد النظام، القاطع هو اللي كيخرج غير ضد النظام، عمرو كان مع النظام، عمرو ناض وجاتو الغيره على بلادو وناض واحد الوقفه احتجاجيه. على دابا هاد الخرجه اللي خرج تونس كون كان عندنا جمعيات والاحزاب ديال بصح وخرجوا كما خرجوا لفلسطين وخرجوا الباس وخرجوا الكونتردا ديال المعلمين وخرجوا وقفوا امام السفاره ديال تونس وندوا وقفوا الشعب ضد الغضب. يقول لك الشعب خطير، الشعب غضب على استقبال بطوش، ولكن لا كيخرجوا غير باش يضايقوا النظام وباش يضايقوا الحكومه وباش يضايقوا البرامج الاقتصاديه والبرامج الاجتماعيه. ان عكسنا الزكاير وحنا عايقين بكم. العصا في الرويضه هذه هي السياسه ديالكم، وباش تاخذوا الجمهوريه والبوبيليزم كنتو كديروا داك الفانيو ديال فلسطين وتخرجوا تحيحوا وكيخديتوا المناصب نسيتوا الشعب، كنتو كتهضروا الفقير كذا سكن طب صحة دخلتو نسيتو. لو لم يكن هناك برامج مسطرة من المؤسسة الملكية والمؤسسات اللي كيصل عليها الملك كنا كليتو البلاد، واللي خدام وناجح كتحاربوه. كونوا معقولين شوية. عاش الملك وعاش الملك وعاش الملك، فهمتي؟ واللي ما عجبوش الحال يخبط راسو مع الحيط. سمعتي راه كاينه ديك لاتور ديال 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 محمد السادس يطلع الفوق ويتلاح، ولا يطلع للتوين هنا ديال كازا ويتلاح، يطير شويه ويتلاح، يهنينا منو يهنينا من صداه ويهنينا من النفاق ديالو ويهنينا من الخيانه ديالو. ما دوك الرخاص اللي برا وهذوك الربيعات هذوك خيتي وهذوك خياتي هذوك راه هذوك دي فورجتون، هذوك غير دي طواليت، من طواليت احسن منهم. الجزائريين ولا يقول لك يا ولد بوزبير انت كتهضر عليهم ولد بوزبير، انا الهضره ديالهم. ها راه شتي التيمونياج ديال صاحبي اللي قرا معايا في لاكادير، كنا كنطلعوا للمدرسه كندوزو على البوغديل وكندخلو نشوفوهم عريانات و دار حدا دار حدا دار حدا دار حتى التسعينات هما كاينين، واليوم راه ولاو مرخصين بلا باتونت. اجمع راسك، راها بلادك راه ما كاينش بحالها في افريك، ديرها في راسك. المغرب المغرب راها قوه، وانت ماشي انت المعارض بالخوا الخاوي اللي غادي تفشل المغرب. كنحييكم وتحية للمغاربة الأحرار، حنا قوميين نبغيو بلادنا ولا ننتظر من بير، حنا نعطيو لبلادنا، حنا فهمتي، حنا نعطيو بلادنا. المغرب ما جوعكش وما دارلكش الطابور باش يشري الأباش وباش يشري الاف 16، راك داير كلشي عندك في السوق وراه عنده الاف 16، وما جوعكش باش دير الحائط الأمني أو الجدار الأمني، ما جوعكش باش خدا الكركارات، كلشي عندك.
اما هما جوعوا شعبهم باش يحاربوا المغرب، جوعوا شعبهم وعطشوا شعبهم، لا ماء لا ضو لا خبز لا حليب لا طحين لا زيت لا بطاطا لا فاكهه لا والو باش يحاربوا المغرب. اما المغرب داير حرب وما بيناش لاطراس ديال الحرب، وهذه نعمه اللي خصك تشكر عليها الله، ان المغرب نعمه بهذه القدره انه يواجه الاعداء وما كتباش لاطراس في العوديه الاقتصاديه. تيجري الاسلحه بالملايير، تدخل شوف 50 مليار ديال الدولار اللي مشات غير تجديد المنظومه العسكريه باش يواجه الاعداء. وراه قال لهم قالوا لهم دي جينيرو واعرين، قالوا ماشي الجزائر انا الحرب مع المغرب، المغرب يطحنها والمغرب ما كيهضرش بالحرب. والمغرب اقتنى هذا الى غنوبلي لاكسونال ميليتير ديالو، دخل في الطوب ديال لاغمون مودرن وما جوعكش وما عمرك لقيتي شي حاجه. كورونا ما تقطع حتى حاجه، لا زيت لا ملح لا سكر لا خبز لا والو، ما تقطع والو في كورونا. ومن تما بانت الدوله القويه المغرب، اللي المغرب في كورونا كيعاون الدول، منهم تونس منهم غينيا منهم الكابون منهم الكونغو منهم السنغال منهم فلسطين. وانت تنوض تهضر وتنوض تحل فمك وتهضر على المغرب والمروك المغرب وانت مغربي ما كتحشمش، ولي باش تفتخر ببلادك كتنوض تهضر وتهضر على المغرب بحال هكذا. لافوار ديال الدار البيضاء ولات فيها 800 سرير في كورونا، دار الشباب والسبيطار ديال محمد الخامس ديال 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 الحي المحمدي والسبيطار ديال الحي الصوفي والاصل، نسيتو هادشي كامل. عامين ديال كورونا ومن بعدها جات الحرب ديال اوكرانيا والمغرب واقف. دول راه باعت حوايجها، بعض الدول باعوا حوايجهم. اوروبا كتبكي، اوروبا كتبكي والمغرب واقف. وديما نرجعك لا ريفيرونس الاولى المرجع، ان المغرب فيه مملكه وفيه مالك وفيه مؤسسات وفيه رجال، ماشي انت اللي غيتصنطوا لك، انت راجل غيتصنطوا لك تسب المغرب زعما راك راجل لي بلا بلا. الرجال راه كاع ما كتشوفهم، راه ماشي حنا اللي الرجال، راه كاين كثار وكثر وكثر ما كتشوفهمش، اللي كيلاحظوا كيشوفوا كيديروا كلشي. فهمتيني؟ كنحييكم وتبارك الله عليكم، وردوا بالكم من هاد المشوشين وحاربوهم قد ما استطعتوا تحاربوهم، حاربوهم، لان هادو هو الفيروس اللي كيزرعوا السلبيات في المواطن المغربي. حتى هو تكون عنده اراده وباغي يوصل كيقولوا له ودي راه سببك هي الدوله، وراه سببه ماشي الدوله، سببه هي راسو ما اجتهدش وما دارش حرفه وما دارش المستحيل باش يكون النيفو ديالو طالع، باش نهار اللي مشيت شي بلاصه تبان لا ديفيرونس. تبارك الله عليكم، وديما مغرب وتونس والجزائر راك عارفين مشاو لو غوخ دو لا ميرد. تبارك الله عليكم، هذا راه واقع، ما كان خري حتى شي حاجه. هذا اللي هذا اللي دوا سي ان جينيرال قال لك راه اون نوفمبر وحنا ما عندنا غرض يغرقوا لك الحيطه، وحنا رحنا بخير ما خاصنا والو، الفواكه موجوده، الكسكسو موجود، كلشي موجود، القص موجود، نوض تخدم تلقى كلشي. تبارك الله عليكم، على بروشين فيديو. وواحد القضيه نقولها للقراقيرو، شي داك السبان ديالكم كلشي راه ما يحبسنيش، محدكم نتوما كتدخلوا تسبوا وانا كنزيد فيديو فيديو ورا فيديو ورا فيديو ورا. سمعتيها القراقيرو، تفيق مع الربعه ديال الصباح وكتقلب على الاول. وواحد القضيه اللي بغيت نقول لكم، نتوما القراقيرو عايشين في اوروبا، طلابين في اوروبا كتطلبوا وكتشفروا، 99% ديال الشفاره ديال اوروبا وديال الخليج من الجزائريين، من الجزائريين ما كيخدموش كيشفروا وكيقولوا فيفا الجيريا. الالجيري اللي حولتكم ردتكم شفاره وطلابه وفلوسها كتعطيها للبراني باش تحارب المغرب، ما كتشوفوهاش، كتشوفو غير المروك، كتسبو غير المروك. راه اللي فقرتكم وجوعتكم رجعتكم تحرقوا الليل قبل من النهار بعائلاتكم، والنص فيكم كيموت في الطريق في البحر كياكلوا الحوت، هي النظام ديالكم. ولكن مالغريسا انا كاش كنقول لكم الله يزيدكم آدم على آدم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم طول عمر شنقريحه، اللهم طول عمر مجاهد، اللهم طول عمر البوهالي، اللهم طول عمر توفيق وكوجيك وليزار، اللهم طول عمر لاين بي الجيش الوطني الشعبي، اللهم طول القصر المرادية كامل، اللهم طول عمر تبون، اللهم طول النظام الجزائري حتى الى يوم الدين، اللهم طولهم في الحكومه وفي النظام حتى يوفرون كثره ومزيدا من الطوابير ومن المجاعه ومن البطيات ومن الحريق الى اوروبا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، امين. هادشي اللي كنطلب معكم، قولوا امين.
امين. اللهم طول عمر تبون وعمر جنقريحه وعمر نزار وعن منزل توفيق، اللهم طول عمر، اللهم طول عمر بالطوش، اللهم كتر عليهم البطاطيش وامينه حيدر والسلطانه خريا، اللهم كتر عليهم سميتو هذاك بشاره حتى هو كياكل العاقه، اللهم كتر عليهم اللهم كتر عليهم هذا قيس، اللهم كتر قيس حتى يحلب الميزانيه، اللهم كتر عليهم الدول التي تعترف ليهم بالجمهوريه حتى ينشفوهم يوليو يحفروا الارض ويقلبوا على الدود وياكلوه. هادشي اللي كندير لكم انا ديال الدواء ديال يلاه بقى تابعنا هنا وخليكم نتوما السعايه والشفره في اوروبا وفي الخليج والفساد والدعاره في الخليج خاليه فيها 3500 جزائريه في الكويت ضبطت كيعيرونا حنايا. المغربيات راهم دايرين، انا نعرف بزاف المغربيات جيراني وكلشي مشاو للامارات ولاو دي فام دافير داو الفلوس وباعوا وشراو، راهم دايرين دي شوب في لي مول ودايرين لاباس عندهم باقيين. اللهم طول عمر بطوش وبشاره، بشاره ضرب مليون دولار. اللهم طول عمر بطوش، بطوش ولا جون ولا زوين على تبون، بطوش ولا هكذا ضعاف ميك جاكر صافي دار الريجيم خباوه داروا له في لاكلاص وقادوه ودرقوا على البوليزاريو وقالوا له راه في جنوب افريقيا ما راه كيبريباريوه باش يستقبلوا زومبي، يستقبلوه في تونس طابي روج. شو بطوش وشو الزومبي؟ بطوش وجهه هكذا يدير شبعان، وجهه احمر ضرب قرعه ديال البوردو وضرب الكروفات والكافيار، والاخر ضرب محراشه، الزومبي ضرب محراشه مصديه فهمتي، وتبون وجهه كله لونو خراوي حتى هو ما بقى لا ياكل لا يشرب، ديما ممقينها معاه شنقريحه. بطوش عايش مره احسن منه، راه هو الرئيس الفعلي ديال الجزائر، هو بطوش، بطوش والعائلات بطوش اللي كتحكم الجزائر دابا، بلا بطوش الجزائر مشات، وحتى الشعب الجزائري ولا كيقول اللهم بارك في عمر بطوش، اللهم بارك عمر بطوش تبارك الله عليكم. هذا راه واقع، سي لا رياليتي، بطوش عنده لا فالور كثر من كاع دوك الرؤساء ديال الجزائر اللي دازوا اللي كاينين، عنده لا فالور كاملين. بطوش هو انا وليدي يا وليدي كي كاريسيو هنا، ارتاح لي ارتاح لي خويا بطوش ارتاح لي، شنو خاصك الكافيار؟ خاصها عاد هي تجيب كاع الماكله اللي ما كياكلهاش المورانيه كامله ياكلها بطوش، ويجيبوا ليه الدريات من ما بغى، لانه هو ولد الحرام راه فيولور، راه روشيرشي ولد الحرام فهمتي. اذا الله يكثر عليكم البطاطيش، والله يكثر عليكم بشاره، والله يكثر عليكم امينه خيدر، والله هذيك سراق الزيت حتى هي، والله يكثر عليكم هذاك الرومبوان ديال صخره النمر ديال باشكو ديال السلطانه خريا، هادو هما الله يكثرهم عليكم باش بقاو يحلبوا فيكم. ما بقى والو دابا الحمير وليتو كتحلبوهم، هذا هو اللي نقوله لك. تبارك الله عليكم وديما مغرب ما تنساوش راه الركراكي راه لعب في الجزائر، ربحنا الجزائر 2-1 وكان بالماضي بس شكون اللي ماركا البيت اللي كيقول لك بالليلي، ربحنا 2 وقصيناهم كاس العالم، ودابا راه مشى كاس العالم قطر، قطر حنا غادي لقطر، غادي لقطر غانا اشميه تونس والمغرب والسنغال والكاميرون، غادي لاكوب دي موند قطر، قطر قطر شحال زوينه قطر. لاكوب دي موند صاحبي في نوفمبر، ونوفمبر تونس غادي يوقع فيها انقلاب. تبارك الله عليكم، تحياتي لبطوش، ابروفيتي مع راسك بطوش، مغربي حر كيما بوتفليقه رضع منهم 20 عام وجدي مخزز بوتفليقه رجل والله العظيم، الا بوتفليقه مغربي نشف الميزانية ديال الجزائر وجا في الكرسي ديالو مجمد صمون بوكمون لا ينطقون ويحكم في البلاد. وبطوش راه مغربي، عبد العزيز المراكشي كلا الميزانية مغربي، الوالي كلا الميزانية مغربي، أمينة سرق الزيت مغربية، سلطانة خريا شيطانة خريا تا هي مغربية وكلا الميزانية، هذا بطوش مغربي وربعتو تا هما مغاربة واكلين الميزانية، الميزانية فقروا المغاربة فقروا الجزائر ردوها أسفل السافلين، والشعب ولا يقول لك الميزيريه وتحيا الجزائر، ناكل الحمير وتحيا الجزائر، والله بطوش لا كلا الكافيير واللحم والكروفات، والله امك لا قال لك تحيا الجزائر جبد ليا شي هذاك الديبلاسمون اللي مشى لتونس
راه داز ليه في الكونت بونكار ديال واحد 400 مليون عند عند ولادو في اوروبا. عاد بقات غلط تحسب راسك راه كيديبلاصا فابور، راه كيتخلص فيه، كيتخلص حسن من تبون. تبون